ميكس مع ضيفنا اليوم شمس الدين الذويد، نعاود نرحب بيك من جديد. شمس، ما عادش عندنا برشا وقت، نقوي شويه ريتم به. ظهر لي احسن حاجه في باساج يقعد دو تشامبيونز ليغ في عام مئويه ما يتعاودوش. صحيح، في 6 شهور براتيكمون تيز تشامبيونز ليغ الاولى، وتلقى روحك تلعب على تشامبيونز ليغ اللي هي وقتها كاكسيبسيونيل صارت اللي باش تلعب في 9 ورا بعضها في 6 شهور. الناس كل من وقتها حاطين دي زوبجيكتيف اللي وهي برونابل، فهمت؟ كانت عندنا جروب باهيه برشا الملاعبيه. هي لولا صعيبه شمس، لولا شفتو ما كان حد مرشح. صحيح، هذيك الحاجه لافونتاج اللي غدرنا بها الناس الكل، معناها الناس الكل ما كانتش معناها حسبت لنا حساب. والعام اللي قبل كنتوا اقوى، الافكتيف كان خير. كان خير وقت خرجنا دمي فينا. اي مع الاهلي. الانكار ظهر لي. انكار دمي فينا، انكار. مع فوزي بن زرتي. خرجنا في الانكار وقت عملنا مباراة محترمة في مصر وفي تونس، معناها فما الديتاي اللي خسرنا بهم الماتش. حاصل العام اللي بعده صحيح كنا مش في القوة متاع الجروب الاخرى، اما حتى حد ما حسب لنا حساب، هذيك الافونتاج. فهمت؟ وقتها الروبون صار من ماتش ليتوال في رادس. معناها كيفاش باش وقت مع سي خالد بن يحيى، كيفاش باش يكون نيفو الملاعبيه الحاضرين لي، فهمت؟ وقتها فما مشاكل صايره في الجروب، فهمت؟ وقتها مانيش قاعدين نقنعوا، فهمت؟ في الشامبيونا زعما لي حاسيل. بعديك مشيت الامور، وقتها ربحنا 2-1 ليتوال في شنو حكايتك مع الفينال؟ مرتين النهائي ما تلعبوش. ولا جاب الصلح لما حاله، هو جاب الصلح وقت فين ما لعبش فينال دالي عادي ماتش باهي فينال ونهزوا تيتر فرحة له بالطبيعة. صاحبي دالي، صاحبي حييه، فهمت؟ صاحبي على الاخر الحقيقة يعقوبي، معناها بيت انا وياه صحاب برشا، انا وياه ورامي، معناها عشرة 3 سنين الاخرين قاعدين براتيكمون مع بعضنا. ونفسها شفت الشامبيونز ليغ الاولى ناخو كارتون في الانكار في الروتور، وناخو دوزيام ناخو في الانكار، والتروازيام ناخو في الماتش الفينال اللي نفسها بالضبط كاتبه. المهم معناها التيتر تهز. شمس، رغم التتويجات كان فما ديما انتقاد، خاصة اللي ترى الفني ديما يقولوا ترجي ما تقنعش رغم التتويجات، معناها كيفاش تشوف الحكاية هذي؟ كيفاش تتعاملوا معاها انتوما خاصة مع اللي ترى الفني في الفيستير؟ مش كل شيء نعملوا له حسابه، كما نحن مانيش كل شيء نكبروه نحن في الفيستير كإطار فني كملاعبية. معناها كي باش تسمع كلام البرا، الجمهور الاسبيرونس ظاهر، معناها ديما يحب على القاب، ديما يحب جمعيته به، وذيك اللي نجح ليكيب. فهمت؟ تويكا مثلا تمشي اي جمعيه خلاف معناها كيما نقولوا الكاليبر الاخر الاهلي ولا ديما تهز تيتر، بعديك تلقاها كلاسمون رابع خامس في الشامبيون نتاعها. العام اللي بعده نحكي لك يصيرك ريلاشمون في الاسبيرونس، لا تهز يعملوا عليك بريسيون جمهور، تعمل لك دي فاسون. انت كرئيس نادي يلزمك تجيب لاعبين باهين، انت كلاعب يلزمك تعطي اكثر ما عندك باش تاخذ بلاصتك العام الجاي كما نقولوا نحن. هذاك اللي خلى معنا هزينا الشامبيونز ليغ الثانيه، فهمت؟ كانت في 6 شهور، اما البريسيون ساعات باهيه، كل ما لعبت الاسبيرونس سو بريسيون، كل ما عدينا ماتش ويت كبار. في رايك الترجي صنعت معين الشعباني والا معين هو صنع نجاحات الترجي وقتها؟ خاصه دو تشامبيونز ليغ عملهم حتى حد قبل. الحقيقة هي من الأول عملنا خدمة بها مع سي خالد. سي خالد معناها راهو عنده دورة في ليكيب هذيك. صحيت اونترينور، عمل الجمعية بالكدا، وكان حضرنا وقتها في البريباراسيون بالكدا، وكان مع سي معين وسي مجدي وكذا وصبري بريباراتور، معناها خدموا خدمة باهية. بعديك كي بدينا احنا باش نعطيو كيما نقولوا الغلة، صحيت ثمار، هو وقتها قرر باش يخرج. كي قرر باش يخرج كمل الخدمة سي معين. براتيكمون معناها يعرفوا البروجرام باش يمشي. تلقاه حاضر الجمعية. حاضرة أما عنده بصمة. عنده بصمة كيفاش، معناها ثم حاجات تبدلوا. فهمت؟ ثم حاجات معناها
انت مش كيما انت تخدم كيما زميلك فهمت. شنو ثم ثم فما حاجات فما حاجات فما حاجات ما كناش نعملوهم فهمت. حسيرتو في البالاريتي فهمت. ما كانش فما بلوكاج فهمت. ما كانش يخدم بهم فما حاجات هو مخو من قبل فهمت. ودورهم واحنا ديجا نعرفوهم فهمت. وهو قريب لنا فهمت. خدمت ديجا معناها كي تحط هو معناها ديريكت معناها كملنا الاثنية معناها ما بدلش برجة حاجات. خدمت مع برشا مدربين بن يحيى سويح فوزي معين. شنو الفرق بيناتهم؟ كل انترنور والفيلوزوفي نتاعو. كل انترنور كيفاش بيرسوناليتي نتاعو كيفاش يخدم كيفاش معناها الكومبورتمون نتاعو مع الملاعبيه كيفاش كل واحد وكيفاش يهبر وكيفاش طريقته في الخدمه فهمت. فما واحد مثلا نبدي لك من الاول معناها سيمير الكنزاري براتيكمون قريب برشا الملاعبيه ويحب الملاعبيه الكل وبون مش صعيب برشا اما هو ملاعب يحس بالملاعبيه فهمت. مش كيما مش واحد تعلق اونترينور مش لاعب كوره. هما الكل سميتهم لك تقريبا بون اغلبهم لاعبين كوره. اغلب خالد بن يحيى معين فوزي مش لاعب كوره اما هو احسن واحد براتيكمون فهمت. حاسيل قريب برشا من الملاعبيه يحسك فهمت. حتى كي تعطي باس غالطه انت معناها انت مثلا قصدها اللي كنت ساعات تضربك كي تمشي تخرج واحد راس راس كيما البونتو اللي تمكيتو المعز منيه نسيتو البونتو تمكيتو المعز ماشي بيجا يا حسر ايه حسيل ويش لق بيك قول لك حبيتها غادي حبيتهاش راس راس فهمت. ايش لق فهمت فهم لا فهمتك ايش تقصد هما مثلا هذه معناها حاجه خاصه بما كان زي معني قريب الملاعبيه ويحس وكذا فهمت. صحيح ما مشيتش معاه وقت ما هزينيش معاه تيترويت اما خدم خدمه به ومدرب معناها يستحق الخير الحقيقه نتاع ربي. بعديك كرول فما كرول زاد ملاعب كبير وصلح جماعي عمل جماعي اما من الاول قالوا راه عندك ما عندكش جماعي نتاع شامبيونز ليغ فهمت. نجمو تتحسن جماعي هذيا ويجيو ديزيلي مون باهين نجم تلعب اما وقت خرجنا زاده شكون يعني جيت سي خالد بن يحيى الاولاني وقتها معانا ما نجحش معناها كان عام عمار شويح سي عمار تحفو نحبو على الاخر سي ملي جي معناها هو كوالتو كنا باهي معاه صلح برشا وعملنا ماتشوات باهين على الاخر وملي جي معناها هو ديجا معناها ولد حاملين في سامي حاملين فاز معناها كوب دو تينيزي وقتها ما حاملين معناها سي عمار تربط اسمه بال حاملين معناها فهمت. كي جي قال لي راه انت ولد حاملين في واحد قال لي راه ما عمل عليك معناها عبد عطاك مسؤوليه كبيره لازم تكون قادها فهمت. عملت عام باهي معاه فهمت عملت عام باهي وهزينا وقتها كوب دو تينيزي والشامبيونا معناها تظلمنا فيها ما ديك هي الكوره معناها نهار معاك نهار حاسين ما نرجعوش فيه الموضوع